إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. من يريد الله به خيرا يفقهه. ما ما شاء الله، أنت ربنا أراد بك خير خالص، نفقهك في الدين على الآخر. حبك حب الله ورضاك رضا الله. بيت من العلم، باب من العلم. لا بد أن الإنسان يسأل ويتثقف ويتعلم. يعني هو خد برأي واحد وشتم الباقيين. يا لطخ يا لطخ. أمال الاثنين التانيين راحوا فيها؟ كلتهم الحدين. بيقول سيدنا الشيخ العريان كدس الله سره أن من زار ضريح ولي وطاف حوله سبعة طوافات ووضع ماله كله للضريح لم يصبه فقر قط قط قط. ووضع تحت آخر قط ديت ثلاث خطوط كده يعني. الله 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 الله، نظرة ومضض، نظرة ومضض يا سيادنا، نظرة ومضض يا سيادنا. وهو الولي المدفون ده يا حاج عوض هيستفاد ايه من الفلوس دي كلها؟ سؤال 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 ذكي، سؤال ذكي من واحد غبي يا حاج عوض. رد عليه، رد عليه وقول له اسيادنا بيستفادوا ايه، ولا قول له يا حاج عوض. رد عليه يا حاج عوض، رد علمي وبالكتاب. رد عليه يا حاج عوض، رد يا حاج عوض، رد ايوه. الولي يا اخويا بيستفاد ان احنا بنجدد الضريح وبنعمر المولد وبنجيب حمص وحلاوي وبنجيب التهام يرقص ويقعد يقول يا عيني يا ليلي للصبح كمان، واللي عليها ندري اللي بنتها اللي عايزه تتجوز بتيجي تدفع للضريح وبنتها بتتجوز والحياه بتمشي يعني. وانت مالك انت يعني، يستفاد ولا ما يستفادش؟ انت وهابي ما بتستفادش حاجه. الله الله يا حاج عوض، الله على العلوم والدليل القائم. رد يا وهابي، رد يا وهابي بقى، كبسك بالدليل. رد يا باشا، رد رد على ايه يا اهبل انت؟ هو جال حاجه اصلا؟ قصدك ايه يا ضي انت؟ قصدي انكم هتسرقوا الفلوس دي يا حاج عوض، ومحدش بيستفاد غيرك انت واللي معاه. انت ازاي تكلم ولي الله كده يا بس؟ يا عوضين بس يا عوضين، سيبوا اسيادنا هيتصرفوا معاه. ربنا يهديك يا حاج عوض، ربنا يهديك، ربنا يهديك، ربنا يهديك. انت قوم قامت عليكم مركب يا بعيد. ابني وداني البحباني. اعزائي المشاهدين متابعين قناه البحباني في كل مكان، احييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين كل سنه وانتم طيبين. اعزائي المشاهدين تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال بمناسبه عيد الاضحى المبارك. عزيزي المشاهد، تخيل كده انك راجع من الشغل تعبان وخرمان نوم، وبعد ما رحت في النوم بربع ساعه رن عليك واحد صاحبك وقال لك اسمع الفيديو الجاحد ده. فطبعا انت مش مركز، فتحت الفيديو لقيت واحده رقاصه. ايوه رقاصه، لا بس ما كانتش بترقص، كانت عامله نفسها محجبه وقاعده في برنامج اسمه ايه الصوفيين، وحد بيسألها هو الرقص حلال ولا حرام. فقامت تستشهد بان الحبشة كانوا بيلعبوا في مسجد رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام شافهم وما انكرش عليهم. انت متخيل اهي الحركة اللي انت عملتها ببقك دي حرام؟ هو رد مناسب لما واحدة تقول كده. طب لما واحد رق لا هو مش رقاص، هو مغني بيغني بموسيقى وهشك بشك وشخاليل، يسيب الحفلة اللي الناس دفع عشانها فلوس ويقعد يخطب فيهم بالاسناد والمتن لحديث الحبشة ان هما كانوا بيرقصوا في مسجد رسول الله والرسول شافهم وسكت، وبيقول للناس اللي بترقص ايوه بترقص لما حد ينكر عليكم قولوا لهم الكلام ده، ده علم، ده دين، دي نورانيات. ما تيجي نشوف. بس قبل ما نبدا اتمنى يعني ما تبخلش علينا بلايك واكتب تعليق، ولو مش مشترك اشترك في القناه، يعني كام تعليق منك كده بيدعموا الفيديو يعني، ما تبقاش واخد بالك. انا بحبكم في الله، خلونا نبدا. خمس دقايق ونقوم للصبح. خمس دقايق ونقوم نرقص براحتنا. عارفين اللي عم يقولوا علينا يعني قال عم نرقص في الذكر؟ ايوه عارفينهم، الجماعه الوهابيين الوحشين المتشددين اللي بيقولوا قال الله وقال الرسول. عارف عايزك تخلي بالك من الكلام، ما تقولش بس في الكلام شيشه وبيشي. اللي قاعد مين تحت منه بسخره يعني؟ هات بس الشيشه يا عم الحاج وسيبك من الكلام ده. ده انا بتكلم في كلام جواهر، كلام علم مش بتاع شيشه دي. قول يا بتاع الجواهر قول. روى في البخاري ومسلم والترمذي. واخد بالك قال من مين؟ البخاري ومسلم والترمذي. على فكره الروايه اللي في الترمذيه هتزعلك انت، لان هي بتقول ان هم كانت واحده رقاصه مش واحد، وحديث منكر مش
انما عند البخاري ومسلم صحيح. طبعا الناس اللي عم تعترض على نحن اللي عم نرقصوا يقولوا قال ده عم يرقصوا بدعه. طب ايه رايك لو رقصنا في الجامع حلال ولا حرام؟ رقصنا في الجامع حلال ولا حرام؟ مش هيقول لك ان هو كان يوم عيد وان هم ما كانش فيه الشيك بالشيك وش خليل ما كانوش واخدين فلوس طول النهار والليل وسفك في اموال الناس على الباطل وبقت شغلانه ليهم. ده كان يوم بيحتفلهم وما كانش فيه كركر مرمر ورقص وها. مدد يا مولانا مدد. كمل يا عم الحاج. اشوف الجامع من دون في قبيله اسمها الاحباش كان لما يقابلوا واحد لا هم ما كانوش لما يقابلوا واحد هو كان فيه يوم عيد اللي ورد في الحديث يوم عيد عملوا كذا والصبية بتتفرج. كمل. جاه او ذو منصب من الملأ كان لازم يحيوه ايه يا بالسيوف يا بالتحطيب يا بالسيوف يا بالتحطيب يعني بيتدربوا على الحرب كنوع من انواع اللعب واللهو والدين ما فيهوش حرام انك تلعب ولا تلهو بحاجة حلال فناس بتتدرب بالتحطيب والسيوف مش بالدين وبتاع ورعشني يا عم الحاج. هي التحطيب يعني بالعصاية دي الأحباش. عادي الأحباش وريني بقى انت هتعمل ايه انت. اسمعوا بس بس اسمعوا عارفكم كلكم عارفين انا عارف انكم كلكم فاهمين عارفكم كلكم عارفين بس اسمعوا عشان لما حد يتكلم معاكم تردوا عليه يبقوا عارفين السند والمتن يعني عارفين السند والمتن يعني تعال بقى نشوف السند والمتن يعني. فهنا طبعا ايه لما راحوا يزوروا سيدنا النبي الاحباش راحوا قابلوا سيدنا النبي بالسيوف بيرقصوا ورقصوا فيها في المسجد النبوي من جوه. طب احنا دلوقتي لو قلنا بيتين شعر في المسجد يقول لك علينا كفار. ما هو ما تجيبليش بيتين شعر من بتوع ابن عربي الطائي ولا من بتوع السهره وردي وما نقولش عليك كفار. يعني ما تقوليش وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيسه وما عايزنيش اقول عليك كفار. صح صح له الكلام. كمل. على طول على طول. لا 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 ده الاحباش رقصوا في مسجد رسول الله. ايوه شكل الرقص بتاعهم كان ايه؟ يا بالسيوف بالظبط كده بالسيوف والتحطيب. انت بقى بترقص ازاي؟ مش محتاجة مش في فرق شاسع. وكان يوم عيد ما خدوهاش عبادة ما عملوهاش كل يوم ما عملوش ارقام تليفوناتهم كده عشان اللي محتاج الاحباش ليلة ولا ايه؟ هذه الرواية في بخاري ومسلم والترمذي في اصح كتب من صحاح الست. واللي روت الرواية دي ستنا السيدة عائشة فقالت لسيدنا النبي سيدنا النبي قال لها يا عائشة أتحبي أن تنظري إليهم؟ قالت أحب يا رسول الله. اللي يفصل المسجد عن بيت السيدة عائشة هي ستارة بين المسجد النبوي. ده ايه بقى؟ ده المتن مش السند. هو ما جابش سيرة السند بقى وقال لك ايه في البخاري ومسلم وخلاص واخد بالك؟ بعد كده ده المتن بقى اللي هو الكلام اللي بيتقال. وبس ستنا السيدة عائشة ستارة فقالت رفعني رسول الله على متكئ. ركز بقى على المتن. المتن في, 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 في البخاري ومسلم والترمذي مفيش رفعني على متكئ دي يا شيخ. ما رفعنيش خالص على متكئ دي. هي اهي وجئته فوضعت ذقني على عاتقه واسندت وجهي الى خده. مش محتاجة متن وسند يا شيء. بطل خليك في رأسك انت وسيبك من المتن والسند. كده كده اللي انتوا بتعملوه بدعة ويخالف القرآن والسنة النبوية الشريفة. كمل. يعني على طرابيزة او منضبة. فنظرت الى الاحباش. الصحابة مين اللي راح وقعد يعملوا لهم كده يعني يسقفوا. ركز بقول لك الصحابة مين اللي راح اتفرج وسقف عشان تعرف السند والمتن. هجيب لك انا السند ومتن دلوقتي. سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان وسيدنا علي والزبير بن العوام والمقداد وابا ذر الغفاري. ايه رايكم دول ينفعوا ولا ما ينفعوا؟ ابو لهب ما راحش بالمره يعني؟ ما هو مش من الصحابه واحد من الكفار بس ما راحش يعني. بص بقى الروايه اللي في البخاري ومسلم وهاتها بقى من مطرح ما تجيبها. الروايه الصحيحه سيدنا عمر عمل ايه بقى لما شافهم؟ السيدة عائشة بتقول ايه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ما بيرقصوش يعني. فزجرهم عمر. زجرهم يعني سقف يعني ولا كان بيهيص ولا ايه بالظبط يا عم الحاج؟
كان زجرهم يعني بتعرف لغة عربية ولا أقولها لك بالفرنساوي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم. كان يوم عيد وما فيش موسيقى، ما فيش معازف، ناس بتلعب بالسيوف والتحطيط. هو شاف إن هي حاجة مخالفة للدين. النبي قال له لا، سيب تيجي أنت تاخدها عبادة، تاخدها مهنة، لا وتكذب على الصحابة كمان إن هم وقفوا يتفرجوا ويسقفوا كمان. معرفش الفيديو هيطول ولا مش هيطول، كمل. أبر الصحابة الأول راحوا ما قالوش للأحبش حرام اطلعوا برا، ده انتوا في المسجد. لا راحوا قالوا اطلعوا برا وانتوا في المسجد. لا ده في مسجد رسول الله المشرف. طبعا اللي قاعدين تحت، الله مدد يا مولانا مدد. فسيدنا النبي رفع السيدة عائشة وبعد بتبص عليهم وهم كانوا يرقصوا كانوا يقولوا يا جميل محمد جميل محمد. جبتها منين الرواية دي؟ يعني ما تشوفها كده موجودة عند مين بالظبط كده؟ جميل محمد جميل محمد، يعني هي في رواية اللي هي بتاعت محمد عبد صالح يعني. كمل. لسه التاريخ بكده يعني كانوا يقولوا جميل محمد. فالسيدة عائشة قعدت تبص عليهم تبص، قالت حتى وطأت خدي على خد رسول الله. فسيدنا النبي قال لها يا عائشة أمللت؟ قالت لا. قال لها طيب بصي تعالي. قعدت تبص عليهم وهم يرقصوا غاية ما ملت السيدة عائشة. قال لها أمللت يا عائشة؟ قالت مللت يا رسول الله. ليه ما طلعش سيدنا النبي رغم ان الدين كان حديث؟ ما راحش ليه النبي المشرع؟ قال لهم كفى هذا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا احنا اعلم من النبي؟ لا انت مش اعلم من النبي ولا اعلم من الصحابة ولا اعلم من اي حد. كمل. ده المشرع سيدنا النبي أخبير بالله أكثر من رسول الله. كمان شوية يعملها لك الكلمة دي هيعمل لك حديث. يعني مرة سيدنا أبو ذر الغفاري دخل لقي درس علم. ركز بقى على الكلام اللي هو يقوله ده. ولذلك يكره إن أنت لما تلقى مجلس من العلم إنك مين اللي دخل المسجد؟ أبو ذر الغفاري. صلي صلي لله، مكروه عند مذهب الإمام مالك. مكروه عند مذهب الإمام مالك إن أنت تخش المسجد لو لقيت الإمام يخطب فانت تصلي، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين ويخفف، يعني خليك في خفف. الامام مالك قال مكروه اقعد. الثلاثه ائمه بقى التانيين قالوا لازم تصلي بسرعه، يعني لا. فهو هيشتم بقى المخالف. قال لك لا، لانه بيت من العلم افضل من عبادتي افضل من 100. ايوه مين اللي قال؟ يعني مين اللي قال ده؟ يعني في ركعه تطوعا لله بيت واحد من العلم. فلما هو ما اسموش بيت واحد من العلم، يعني هو ما اسموش بيت، اسمه باب، باب من العلم، انما مش بيت. تلقى جلسة علم لا ابعد ابعد على طول، زي تلقى واحد كده يوم الجمعة نطع. سماه نطع، خلي بالك، يعني هو سماه نطع. ابو ذر الغفاري اللي هو الاول صحابي دخل المسجد فرسول قال له اقعد، هو دلوقتي بيشتمه. يعمل لك كده وماله يجي يعمل كده. الله اكبر. ده امام واحد بس اللي قال لك اقعد، يعني استشهد بحديث ان هو النبي قال لابو ذر الغفاري اقعد، واخد بالك؟ في ثلاث ائمه تانيين قالوا لا صلي خفيف لحديث النبي برضه اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فليصلي، فيما معنى الحديث فليصلي ركعتين وليخفف. خفف يعني هو خد براي واحد وشتم الباقيين. يا لطخ يا لطخ، يعني ذكر الاول ان ابو ذر الغفاري دخل المسجد النبي قال له اقعد ودلوقتي بيقول يا لطخ. يعني مرة سيدنا أبو ذر الغفاري دخل لقي درس علم. ولذلك يكره إن أنت لما تلقى مجلس من العلم إنك تصلي. لما لو جدع بعد ما يخلص الإمام صلي معك للعصر. لا سيدنا النبي عارف قال فيهم دولة، قال هلك المتنطعون، ده اسمه نطاعة. والله ما أنا ليه؟ لأن الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات. طب يوم الجمعة أنت بتصليهم كام؟ أيوة. طب ما أنت ممكن تقول له حديث إن هو يروح بدري، فضل إنك ذهاب إلى المسجد مبكرا، ملوش علاقة بقى بالإيه؟ باللي أنت بتقوله ده خالص يعني. بس لو رحت المسجد والإمام على المنبر أنا هاخد بقول الإمام اللي قال صلى ركعتين خفيفة وكمل الخطبة. ليه خدت رأي الأولاني وأنكر على الباقيين؟ ما هو الأدلة كلها صحيحة، ده معاه رأيه وده معاه. طب أنت بتكلم مين يا بحبح؟ أنت بتكلم مين؟ أمال التنين التانيين راحوا فيها؟ ثلاثهم الحداي؟ لا التنين التانيان الخطبة فريضة، فالفريضة مقدمة عن السنة حتى المؤكدة. فتلقى الواحد قال يجي قال طيب أما ما تجيش اليوم نور الصبح لما أنت فالح قوي يجي قال أمه ويخطي رقابي الناس قال كده قال ويجي قال الله أكبر يا حبيبي اقعد. ليه؟ بيت من العلم، برضه بيت من العلم، باب من العلم. يا راجل يا باب،
أفضل من 100 ركعة تطوعا لله. سيدنا أبي زر كان مرة سيدنا النبي بالقدرس، وأبو زر ده مين؟ محامي الفقراء رضي الله عنه وأرضاه. فأول ما دخل، أول ما دخل قدام النبي عمل كده، يجقل مو يخط رقاب الناس كده، قال ويجقل الله أكبر يا حبيبي اقعد. ليه؟ أول ما دخل قدام النبي عمل كده، صلى ركعتين تحت المسجد. هو عمل كده برضه؟ سيدنا النبي قال له يا أبا زر. ما كانش أبو زر على فكرة. أنت متخيل؟ أخبير أنت بالله أكثر من رسول الله؟ برضو رسول ما قالش الكلمتين دول. أنت تعرف ربنا أكثر مننا؟ اجلس. بس قال له اجلس. دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب وبيصلي ركعتين، قال اجلس. بيت من العلم أفضل من 100 ركعة تطوعا لله. بيت واحد من العلم، لأنه بيت واحد، لا هو باب من البيت، هو باب من البيت. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما شاء الله، أنت ربنا أراد بك خير خالص، مفقهك في الدين على الآخر. اللي عايز له خير ربنا يفقهه في الدين. ده في ناس عم تتكبر كيف تطهر؟ ممكن عنده استعداد يشيل العلاوه ويروح يكبها فوق نفسه كده. والله العظيم مش تسأل. يعني واحد مش عارف يتطهر، هو لو شال الميه وكبها فوق منه كده وغرق نفسه، الطهاره بتاعته صحيحه. يعني انت متخيل، هو الغرض من الطهاره هو تعميم الجسد بالماء، انما موضوع ان التسنن تتسنن بالسنه بتاعت النبي. يا عم الحاج، يا عم الحاج ارحمونا فضحتونا، انك انت تنوي النيه وبعدين تغسل وتتوضا وجنب اليمين. يا عم الحاج، يا عم الحاج ارحمونا. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون شيئا. اهل الذكر دول بقى اللي هم مش الذكر لا 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 خالص خالص، دول العلماء، العلماء. ما تعرفش حاجه في الدين اسال. لا بد ان الانسان يسال ويتثقف ويتعلم. حبك حب الله ورضاك رضا الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. دول بقى اهل الذكر، يقرا قران على الموسيقى. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ورضاك رضا الله. بس يا عم، صلى الله على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اعزائي المشاهدين، وبكده يكون فيديو النهارده خلص، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. ساقطع كل من عادى رسولي، وابطر كل حبل للوصال، واقليه وابغضه جهارا رجاء للمثوبه في مآل.